طمنيني عليكي دلوقتي، انت يعني عامله ازاي؟ رجلك اخبارها ايه؟ انا شايفه وشك الحمد لله، يعني رجع يعني ريتا اللي بنحبها ونعرفها وقمر. قولي لي انت عامله ازاي دلوقتي؟ حبيبي انت القمر. الحمد لله، يعني انا فيني اقول 90% انا رجعت لريتا القديمه. اكيد في قصص يمكن العالم ما بتلاحظها بس نحن بنلاحظها، في اوجاع صغيره وفي قصص، يعني بالنهايه انه انا في صفايح حديد بوجهي، في صفايح وبراغي باجري، ولا ممكن ارجع 100% مثل قبل، بس الحمد لله رجعت كثير منيحه. وأنا متقبل الوضع، يعني أنا ما عندي مشكل إنه جسمي صار فيه قصص غريبة، بس متقبل الوضع ومتعايشة معه، وبقول الحمد لله إنه ما زال رجعت أقدر أمشي على إجري بدون عكايزات، ورجعت أقدر صور، ورجعت أقدر أحكي وأقشع، فهول نعم هلأ متمسكة فيهم كتير وبعرف قيمتهم أكثر من قبل. عندك ايه بعد ستيلاتو؟ وعايزاكي تقولي رسالة للناس، بالذات الناس اللي بتحس ان عندها مشاكل كتيرة بعد تجربتك دي، رسالتك ليهم ايه؟ بس الاول قوليلي عندك ايه بعد ستيلاتو؟ أنا هلأ متواجدة بتركيا مش ببيروت، اوكي. كمان عم بصور مسلسل جديد الخائن، بس أكيد بفضل إنه لما هيك نقلع بالتصوير أكثر ولما يطلع نرجع نعمل مقابلة طبعا تانية طبعا ونحكي ان عنه شاء الله. بالتفصيل، لأنه بعدنا هلأ يعني خلينا نعطي بعد حق ستيلاتو أكثر وجوال أكثر، هون دور مختلف. يعني جربت انه فوت بدور مختلف كليا عن جوال، هلا يمكن بيشبه شوي جوال ببارت القوية، انه كمان هون شخصية قوية، بس هون مش عن خبثنة، هون يمكن دفاع عن حقوق هي معتبرتها انه هي حقوق خاصة فيها. مختلف القوية موجودة ولكن مختلف الطريقة. وبالنسبة وأكيد كمان 90 حلقة، وبتمنى كمان العالم يحبوا، يا رب يعني إن كمان شاء الله. يحبوا هالدور ويحبوا العمل ككل.